قول أقسم بالله العظيم أنا أقول الحق. أقسم بالله العظيم أنا أقول الحق. الحقيقة سيادة القاضي، صالح يشتغل بمطعم نفس المطعم اللي تشتغل بيه زوجتي. يوم اللي اختفت زوجتي يعني أنا ما أعرف شو أسوي. قلبت الدنيا عليها، افتريت الشوارع، رحت أسأل منا ومنا ورحت للمحل عليهم. طبعاً اللي مع الأسف اللي كان بين صالح وزوجتي مو زماله، مستحيل. بس مع ذلك أنا ساكت وبتحمل. فرحت أسأل، طلع لي صالح، حجيت يا بمنتهى الإنسانية وأنا تعبان، أردت بس أسأله أقول له وين زوجتي؟ ضل بالي عليها، خايف عليها، وحشة وياي بطريقة كلش ما حلوة، وعيط علي قال امشي، مع الامشي كلش مؤدب وياه. قلت له ضل بالي عليها، بس قل لي وين، الله يخليك. قال لي كل اللي صار بزوجتك من وراك انت، تخيل من وراي أنا السبب خليت مرتي تنهزم، أنا اللي أحبها وأغار عليها وأخاف عليها. مو بس هالشكل، اتهمني أنا مجرم، زين ليه شو مسواني؟ أنا بس خايف على مرتي. تنكر إنك تهجمت عليها وضربتها؟ لا ما أنكر. ولو ينعاد بي الوقت مرت اللخ هم تهجم عليها وأقتله، لكن الشاك بي إنه عنده علاقة بزوجتي. بس أنا ردفتهم اللي صار شنو مدى أعرف. ليش قتلها؟ كنت تعرفين أجر لها البيت باسمه؟ أي نعم أعرف، بس هو كان ضام علي، بعدين أنا اكتشفت الموضوع، لأن صالح ما يعرف يكذب علي. وقبل هو كان يكذب عليك؟ لا، بس من دخل السوسن بحياتنا قام يضم علي وقمنا نتعارك هواي. شو ضم عليك مثلا؟ يعني قام يودي لها أكل ويساعدها، حتى مرة طلب من عندي أنطيها ملابس.